المقاطع الثلاثة الأخيرة من مشروع فك الاختناقات المرورية في تقاطع معسكر الرشيد في الرصافة شرع باستكمالها بعد إزالة التعارضات الجانبية والقابلوات الكهربائية من فرق وزارة الكهرباء. كان هذا المشروع يعاني من تعارضات هائلة، كونه يكون يوازي أو يجاور محطة كهرباء رئيسية محطة جنوب بغداد، إضافة إلى محطة مجاري. من بعد رفع هذه التعارضات بالتنسيق مستمر وحقيقة تعاون تام مع دوائر الخدمية المختصة، كانت تأثر بشكل مباشر على أعمال النفق، والحمد لله من بعد رفعها انفتحت الأعمال فيما يخص الأجزاء المتبقية من النفق، واللي كانت ثلاث فضاءات، والحمد لله العمل مستمر بها وإن شاء الله إنجازها قريبا. إلى مشروع مجسر المهندسين جرى هنا افتتاح مقاطع جزئية منه، الممر المروري باتجاه طريق قناة الجيش في هذا المشروع متاح لحركة العجلات بعد إتمام أعمال إكسائه. عمليات إنجاز المقتربات الخاصة بالمجسرين الذاهبين باتجاه شارع فلسطين ومدينة الصدر متواصلة أيضا. تم انتهاء الجسر الفوقانية لجهة المهندسين، إضافة للجسر جهة الداخل دخلت بالخدمة تهيئا ولإكمال ما تبقى من الأعمال الربط الداخلي بالنسبة لجهة الداخل وجهة شارع فلسطين. المجسر الوسطي حاليا هو مكتمل بالكامل، أعمال الكونكريت إضافة إلى المحجر إضافة إلى المماشي هم تكمل بالكامل، لم يتبقى من أعمال هذا المشروع سوى أعمال الربط إضافة إلى تأهيل الطرق جهة شارع فلسطين وجهة شارع الداخل. وتؤكد وزارة الإعمار والإسكان قرب افتتاح عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية ضمن الحزمة الأولى نهاية العام الجاري، التزاما بالمواعيد التي حددت لإكمال هذه المشاريع وإدخالها الخدمة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.